دكتور، في اخ سائل بيسال بيقول يعني ان هو احيانا بيشرب مخدر الحشيش، في فبيسال على مساله الصلاه، يعني هل يتم معامله هذا الامر في نفس حكم الخمر، يعني لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، ولا يجوز لمن يتعاطى هذا الامر ان هو يصلي حتى لو كان مثلا وهو يعلم بحرمه هذا الامر؟ يعني دكتور، انا عفوا حرر لي العباره في السؤال. يعني السؤال دكتور، هل يجوز لمن يتعاطى الحشيش ان هو يصلي بعد انتهاء مثلا هذا الامر، ولا لا يجوز له الصلاه؟ يعني سؤال غريب عجيب جدا. يعني هو الاخ عايز يسالني يقول لي ان هو يعمر الطاسه وبعد ما يعمر الطاسه بعد شوي يقوم يصلي؟ يعني هو دكتور، يعني هو مش عايز يعمل ذنبين، يعني هو عمل ذنب المخدرات بس عايز يحافظ على الصلاه في نفس الوقت يعني. ايوه ماشي، بس المهم يعني اولا الحشيش حرام، الحشيش حرام، الافيون حرام، البنجو حرام، الايه كل ما يذهب العقل ويغيبه حرام، والنص في ذلك قوله تعالى، قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه انه نهى عن كل مسكر ومفتر. الرسول نهى عن كل مسكر ومفتر. والخمر تسمى خمر ليه؟ الخمر في اللغه ما هي الخمر، ما هي معنى كلمه الخمر في اللغه يا اخي طارق؟ الخمر التغطيه يعني. ايوه الخمر في اللغه، في اساس اللغه التغطيه، ولذلك ما تستر به المراه صدرها وراسها يسمى ايه؟ يسمى خمار، لقوله تعالى في ايه النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالخمر تسمى خمر لانها تغطي العقل وتغيبه، وبالتالي الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر، حتى السجاير تدخل في حكم الحرمه لانها ان لم تخدر فانها تفتر، انها تفتر وتضر. والنص القراني اللي يدل على حرمة ذلك قوله تعالى ايضا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اي نعم. والحشيش يعني خبائث، خبيث، امر خبيث يعني. فلذلك يعني الاخ هذا عليه ان يراجع نفسه وان يراجع ربه ويتوب الى ربه من شرب هذا. لعل الله سبحانه وتعالى، لعل الساعه تكون ساعه اجابه على اختلاف فروق التوقيت ما بين يعني الموقيت في العالم كله، يعني لعلها تكون ساعه اجابه، ربنا يستجيب ان شاء الله تعالى فيتوب عليه ويتوب على سائر العصاه من المسلمين. هذا جانب يبقى ينتهي عنه، لانه اذا شرب الخمر في الدنيا سيحرم منها في الاخره، والجنة فيها خمر. معايا يا اخي طارق؟ اي نعم دكتور مع حضرتك. الخمر الجنة فيها خمر، فيها نهر من الخمر، نهر، بس خمر لا تصدع، لا تصيب الرأس بصداع، ولا تؤدي الى مغص، ولا تغيب العقل. ولذلك النص على ذلك قوله تعالى في سوره القتال او اسمها الاشهر باسم سيدنا محمد صلى الله وسلامه عليه، مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسف، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، ها هذا محل الشاهد اهو، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى خمر الجنة بأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها. خمر الدنيا بتأتي بصداع أيا ما كان بسبب الحشيش فيها أو الخمر أو البنجو أو اللي إيه اللي بيسموها إيه يا أخي طارق، اللي هي الحباية اللي هي الشابة أو غيرها. في أسماء كثير يعني. ايوه اسمع، اي شيء يغيب العقل ويؤثر فيه ويغيبه محرم. مساله بقى انه هل هو يلزمه انه هو مثل الايه ما تقول اذن من لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى؟ طبعا الايه دي الاخ السائل ينتبه الى ان هذه الايه ليست هي اخر ايه في تحريم الخمر، لا. الايه دي في مرحله من مراحل تحريم الخمر، لان يعني الخمر حرمت على مراحل. المرحله الاولى انه يعني كما يقول تعالى في البقره يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالجماعة المصلحجية بقى، المصلحجية يعني قالوا مدام فيها منافع خلاص نمشي، مشي كده ويستمروا. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وإثمهما أكبر من نفعهما. العاقل لما يجد أن الإسم أكبر من منفعه يترك الأمر. دي مرحلة. مرحلة أخرى قوله تعالى للآية اللي أشار إليها السائل، الذين من لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى، يعني الجماعة طبعا يشربوا إمتى بقى؟ يشربوا بعد العشاء، يعمروا الطاسة كويس، وبعدين عم يطلع الفجر، حلنا ما يطلع الفجر، أما يطلع الفجر يكون ذهب السكر وقاموا الصلاة. ففعلا شربوا بعد العشاء وقاموا ضربوا بعضهم بعضا بالنعال وبجريد النخيل، بجريد النخل، فحتى يعني هشمت يعني ايه اسنان بعضهم. فسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فانزل الله تعالى الايه الكريمه الاخيره في تحريم الخمر والميسر قوله تعالى في سوره المائده يا الذين امنوا انما الخمر، اهي انما الخمر
بايه بالاسم العام. كلمه الخمر هنا كلمه عامه، يعني اي خمر، اي شيء يخامر العقل، اي شيء يغيب العقل، سواء كان ماده قديمه ماده حديثه. انا يعني عفوا علمت بعض الـ 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 الاطفال والعياذ بالله في المدارس والعياذ بالله مع مرحلة العمرية، وأنا في المرحلة الثامنة في العشرة الثامنة من عمري، وجدت بعض الأطفال بيجمعوا النمل. أخي طارق، أخي طارق، أي نعم دكتور، بيجمعوا النمل الصغير ويحرقوه ويشربوه ويشموه، النمل الصغير والعياذ بالله، يجمعوا النمل الصغير ويحرقوه وبعدين يشموه، فهذا أيضا يغيب العقل. فلذلك ربنا لما حرم الخمر حرمها كلها كلها، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رقم واحد بيفتح لهم ريجسون، أدي واحد، اثنين من عمل الشيطان، ثلاثة فاجتنبوه، أربعة لعلكم تفلحون، خمسة إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فلما أنزل الله هذه الآية قال الصحابة نعم انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، فأقام كل من كان عنده خمر بيت فسكبوه حتى جرت بها سكك المدينة كما جاء بذلك الروايات وهكذا. فدي آخر آية في تحريم الخمر. فلذلك نصيحتنا لابننا الحبيب اللي بيسأل السؤال، سواء كان يسأله لنفسه أو لغيره، أن يتوب إلى الله، وأن يعني كما قال تعالى توب الله توبة نصوحة، والنص القرآن يقول تعالى في المؤمنون وتوبوا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب بالنسبة للصلاة دكتور، يعني فبالتالي فعلا المهم هو لما يكون يعني متأثر واقع تحت تأثير تأثير السكر بسبب تعاطي الحشيش يجب أن يصلي، لأنه ثبت إن كان بعض الناس لما كانوا ثبت ان بعض الناس لما كانوا بيشربوا الخمر ويقوموا للصلاه، بيشربوا الخمر ويقوموا للصلاه يعني لا يدري ما يقول، ولذلك قرأ بعضهم الايه الكريمه سوره الكافرون، قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون، اعبدوا ما، مع ان النص ايه لا اعبدوا، لا اعبدوا ما تعبدون، ولذلك النص يقول لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى ايه تعلموا ما تقولون، تعلموا ما تقولون. فلذلك لابد له من ان ينتهي عن هذا الامر تماما، ويحذر حتى لا تبطل صلاته وحتى لا ترد عليه صلاته. ولذلك النص الكريم يقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا الليل قانتين، من حافظ عليها خمس، حديث صحيح، خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليله، من حافظ عليهن كان له عهدا عند الله سبحانه وتعالى من خلال الجنه او كما قال رسول الله، ومن لم يحافظ عليها يعني اخل بشرط من شروطها، لم يتطهر التطهر الصحيح، لم يستقبل القبلة، لم يستر العورة إلى آخر هذه، إذا اختل شرط عندهم هذه الشروط لفت الصلاة وألقي به في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. فعلي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحافظ على عبادته، وهو لا يضمن عمره، يعني يتقي الله ربما يأتي الموت بغتة، قل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، تزود من التقوى فأنت لا تدري إذا جن ليل هل تعيش للفجر، كم من فتيات يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، كم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر، تزود من التقوى فأنت لا تدري إذا جن ليل هل تعيش الفجر. ووصية الله، وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لسيدنا عبد الله بن عمر، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من أصحاب القبور، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم السلام. يعني دكتور خلاصة الموضوع أن إذا كان في حالة تغييب للعقل لا يصلي، لكن مثلا إذا كانت العقل حاضر يصلي، يصلي طبعا. من بقول حضرتك النص واضح، لا تقربوا الصلاه وانتم مسكرة حتى تعلموا ما تقولون، بس مش معنى ذلك، ارجو ان يفهم، ارجو الانتباه، انه لا يعنى ذلك ان الايه بتقول له اشرب وبعدين اشرب وعمر الطاسه وبعدين لما تبى تعالى صلي، لا الاصل هو ما شربش اصلا، ما شربش اصلا، ولذلك الايه دي في مرحله من مراحل تحريم الخمر وليس في المرحله الاخيره. نعم اي نعم.